لم يكن غريبا على صاحب الهمة أن يجيب بالرضا عن كل الأسئلة، فما ينقصه وهو مكفوف كان سببا كافيا بالنسبة له لكي يتقدم وينجز. بداية هذه التجربة بالنسبة لي كانت ممتعة، كما تكرمت بالقول أن فقدان البصر، ولكن إذا كنت تريد فأنت تستطيع. وبالرغم من كل العراقيل إن أنني استطعت تجاوزها، وذلك بفعل الإرادة. يقول علاء إن الدراسة رغم صعوبتها كانت ممتعة. والله أنا بالنسبة لي فيما يخص مسيرة الدراسية أني دائما أريد أن أطمح للتميز أكثر، بالرغم من أن دائما أريد أن أبذل مجهودات أكثر، لا أنظر فيما ينقص، ولكن أنا أريد دائما أن أملأ الفراغ. ذات الهمة جمعت العديد من المكفوفين الذين يعيشون حالة من التحدي لمواجهة الحياة بأبعادها من خلال بصيرتهم، ويبقى التحدي الأكبر بالنسبة لهم الإدماج والاندماج بعيدا عن التهميش الذي يطالهم وهم أصحاب الإرادة. احنا كمنظمة أعطينا عدة اقتراحات من أجل أن هذا القانون يعدل ويصبح متكيف مع الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن نسهر وتسهر حتى القطاع الوصي والسلطة بأكملها على تطبيق ما هو موجود في القانون حتى نضمن الحماية الحقيقية والإدماج الحقيقي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة والمكفوفين على وجه الخصوص. ويحمي الدستور بشكل عام هذه الفئة، غير أن القانون الخاص بذوي الإعاقة لم تتبع معظم مواده بالنصوص التنظيمية التي تعزز أكثر من فرصهم. طريقة التعامل مع المكفوف هي الطريق الصحيح لعدم يأذيتهم، فعلى المبصر أن يتعلم مهارات عديدة ليرى بعين الإنسانية عالم المكفوفين. من الجزائر سارة بنا اليوم.